السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفيق وحيد يرد على رئيس اتحاد بسكرة ان نتكلم بالارقام والحقائق. تعالوا نسمع ماذا يقول. اتمنى من اخواني واخواتي فضلا وليس امرا وضع اللايك والاشتراك في القناة. هيا بنا نسمع. سيادة قادر، اولا راك معنا في الحصة، يعني احنا ما عندناش بارتي بري، يعني بدليل راك معنا. لو كان يعني قدرت تجينا للحصة على البلاطو اهلا ومرحبا. هذه واحدة. اثنين، نسي عم تخدر تريعة، قلت لك أنا ما عنديش أن بارتي بري، كاين الوقائع أنا نتكلم عليهم بأرقام وبحقائق. احنا واش قلنا؟ قلنا اتحاد بسكرة الوحيد اللي ما قدرش يأهل اللاعبين لأنه عنده ديون، ماناش غالطين. وقلنا سي عبد القادر تريعة ديموندا في لا فيديراسيون بحضور رؤساء الأندية أنه يسبقوا له ليه لي دروا تي في، لأنه نصف الأندية الأخرى عندها شركات والأخرى ما أهلت اللاعبين تاعها والكل وافق. اثنين، ثلاثة، قال قلنا بلي دار 4 ملاير و 400 بون الديون ما كانش عندي، يعني باش ما نكذبش عليك ما كنتش على بالي بلي 16 مليار، يعني دو شيفر ما كانش عندي. ما قلته لماذا يعني الموضوع اللي داه عبد القادر تريعة كان قادر يحل به الإشكال مع عدد اللاعبين اللي عنده ولما هو العدد ما عنديش، على الأقل دير معاهم 22 لاعب ليس 26 22 واضح. طيب انت قلت لي الجوار حر انه ينقص لا ما ينقصش، فوالا. انا قلنا علاش ما دارش معهم ايشيونسي؟ اسكو بتات ما كانش مصادر دخل اخرى لاتحاد بسكرة؟ اسكو عندك غير 4 مليار 400 ما كانش ناس عاونت، ما كانش سلطه تعاونت؟ على الاقل تتجمع امونطو تتفاهم مع الجوار من قبل. انا قلت، انا واش قلت؟ قلت لو كان تفاهم مع الجوار من قبل على اساس كل واحد شحال ينقص وهو المونطو اللي عندي ونديرو ايشيونسي.